بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين كان هناك مباراة نادي طلائع الجيش وسموحة، انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين في الدوري العام المصري في أسبوعه 21، وانتهت زي ما حضراتكم عرفتوا بالتعادل السلبي ما بين الفريقين 0-0. طيب عندنا ايه هنتكلم عنه النهارده؟ عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها النهارده، ولكن اول حاجه هنتكلم عنها النهارده التزام النادي الاهلي بكلمته. النادي الاهلي لما بيتكلم او بيقول ان هو هيلعب دوري مجموعه واحده وهيواجه كل الصعاب، وبالتالي النادي الاهلي بيلتزم بكلمته مهما كانت المغريات ومهما كانت الامور ومهما كانت اي شيء بيحصل، مهما كانت حاله المنافس اللي قدامك، مهما كانت سوء أداء المنافس اللي قدامك، مهما كان هزيمة المنافس اللي قدامك. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله؟ يعني الحقيقة النهاردة هزيمة غريبة وثقيلة لنادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين في البطولة الأفريقية في الدوري المجموعات في الكونفدرالية. الزمالك اتغلب النهاردة 4-2 زي ما حضراتكم عرفتوا، ولم يحسن الأداء وكان سيء طوال المباراة. الحقيقة كان النهاردة دفاع نادي الزمالك كان سيء للغاية الحقيقة في مباراة اليوم، ولكن إبراهيم حسن قدر يجيب جولين وأربع أهداف لصالح نادي جورماهيا، وحارس مرمى نادي الزمالك جنش الحقيقة شال كذا هدف، وأيضا حارس مرمى نادي جورماهيا الكيني شال كذا هدف. ولكن في النهاية اللي يتفرج على نادي الزمالك النهاردة يعرف ان هو مش كلامي على فكرة، ولكن كل المحللين اللي النهاردة اتفرجوا على المباراة واتكلموا على المباراة قالوا هذا الكلام، وانا بتفق معاهم في جزء كبير من الكلام اللي بيقولوا ان نادي الزمالك النهاردة في أسوأ حالاته. نادي الزمالك النهاردة لعب واحدة من أسوأ المباريات اللي بيلعبها خلال الفترة اللي فاتت. طيب انا برضو بقول الكلام ده ليه؟ بقوله للناس اللي كانت بتطالب النادي الأهلي ان هو يلعب مؤجلاته او ان هو يلاعب نادي الزمالك ويلاعب نادي بيراميدز. بالفعل احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا كنا نلاعب نادي الزمالك او نلاعب نادي بيراميدز، وكل ده مش فارق معانا خالص، وكل ده احنا ما بنفكرش فيه. ولكن زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي، النادي الاهلي بيلتزم بالكلمه اللي بيقولها، النادي الاهلي بيلتزم بالخطوات اللي خدها مع اتحاد كره القدم منذ بدايه الدوري. النادي الاهلي في بدايه الدوري لما الحاج عامر حسين قال نلعب دوري من مجموعتين رفض النادي الاهلي، قال له انت هتواجه صعوبات كثيره جدا، قال له انا على اتم الاستعداد لمواجهه هذه الصعوبات. وعلى الرغم من زي ما قلت لحضراتكم من سوء اداء المنافس والشكل اللي ظهر بيه النهارده، كان من الممكن جدا جدا ان انت تلاقي ناس بتقول ايه؟ طب ما الاهلي وافق بقى ان هو يلعب الزمالك. الاهلي ما تفرقش معاه اللحظه الحاليه، ولكن الاهلي دايما لما بيجي يفكر بيلتزم بالكلام اللي بيتقال له وبالورق اللي بيجي له من اتحاد كره القدم، الورق الرسمي اللي بيجي له من اتحاد كره القدم، وبالتالي النادي الاهلي ما زال ملتزما. ودي وجهه نظري بالمناسبه، انا لا امثل مجلس اداره ولا امثل اي شيء، انا بقول وجهه نظري او وجهه نظر الجمهور كمان، ان هو مجلس الاداره له متحدث رسمي يتكلم بالنيابه عنه، ولكن انا لما باجي اتكلم هنا بتكلم وجهه النظر اللي انا شايفها انا والجمهور مع الناس من الصبح لغايه دلوقتي بيتكلموا معايا في هذا الموضوع. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ان النادي الاهلي ملتزم بالقرارات اللي بتجيله من اتحاد كره القدم. انت حضرتك هتلعب 8 مباريات في 28 يوم، حاضر ما عنديش مشكله، انا قلت في الاول ان انا هواجه التحديات وهواجه الصعوبات اللي هتبقى موجوده في جدول الدوري خلال اذا لعب مجموعه واحده. ونادي الاهلي زي ما قلت لكم الكلمه اللي بتطلع او الكلمه اللي بيقولها بيلتزم بيها مهما كانت الظروف. 8 ماتشات في شهر واحد، اولى هذه المباراه كانت امبارح وفوز نادي الاهلي على سيمبا التنزاني 5-0، وبكره ان شاء الله او بعد بكره ان شاء الله هتكون في مواجهه في الدوري العام المصري مع نادي انبي احدى المؤجلات، وهنتكلم عنها في وقتها. ولكن زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي هيلعب 8 مباريات في هذا الشهر، امبارح ويوم الثلاث 2-2 يوم 2 ويوم 5 ويوم 8 ويوم 12 ويوم 16 ويوم 20 ويوم 24 ويوم 28.